طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع الموقع بوست، الإعلان عن امتلاء سجون مدينة يمنية محررة. ومن الصحوة نت، اللجنة الوطنية للتحقيق تقول إن مجزرة تعز عمل انتقامي وخرق لمبدأ المعاملة الإنسانية. ومن موقع أخبار اليوم، قيادات وعناصر القاعدة تغادر لودر ومودية إلى المحفد. ومن القدس، فنانو فرنسا يبيعون أعمالهم لصالح اللاجئين. أهلا بكم. أوضح مدير السجن المركزي بالمنصورة والخاضع لسيطرة قوات الحزام الأمني أن السجن بات ممتلئا ولم يعد في طاقته الاستيعابية أي متسع لمعتقلين جدد، وذلك في رسالة موجهة للنيابة العامة. وفي الرسالة التي حصل الموقع بوست على نسخة منها، أكد نقيب الهيري أو اليهري، وهو مدير السجن المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، بأن إدارة السجن لم تعد قادرة على استقبال أي محتجزين تم تحويلهم من النيابة العامة. وتكشف هذه الرسالة، وهي الأولى من نوعها، مدى تدهور الوضع الحقوقي في العاصمة المؤقتة عدن. فمنذ مطلع العام 2016 وقوات الحزام الأمني تنفذ عشرات المداهمات وتعتقل مئات المواطنين بتهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب. ميدانيا، يعلق موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني نقلا عن قائد اللواء الرابع بطور الباحة: جاهزون للتقدم وانهيارات العدو أكثر من ثباته. وأكد العميد أبو بكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاه جبلي قائد القطاع العسكري بطور الباحة حيفان المقاطرة بمحافظة لحج، أكد لسبتمبر نت أن اللواء الرابع يعد لمعركة هجومية ضد الميليشيا الانقلابية، ولا مجال للاستمرار في صد هجمات الميليشيا. وأكد الجبولي أن الميليشيا تسعى لإثارة الشائعات بمحاولة التقدم عبر حدود القبيطة باتجاه طور الباحة، إلا أنه اعتبر ذلك محاولة إنقاذ المعنويات لدى أنصارهم. ثورة 26 من سبتمبر الخالدة. تحت هذا العنوان كتب مأرب الورد مقاله المشهور في صحيفة الوطن القطرية، مضيفا في أجزاء منه: إذا سألك أحدهم اليوم ما هو حكم الأئمة، ستجيب عليه دون تردد: الحوثي. وإذا أردت أن تشرح لصغار السن ماذا فعل ذلك الحكم بأجدادهم قبل نصف قرن، لن تحتاج غير لفت أنظارهم لما يفعله الحوثي منذ جثم على صدر صنعاء قبل 3 سنوات. الحوثي هو امتداد لذلك النظام الذي تخلص منه اليمنيون عبر ثورة 26 من سبتمبر عام 1962، وأعلنوا عن ميلاد النظام الجمهوري وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وإعادة الحق للشعب في اختيار من يحكمه كمالك للسلطة وولي أمر نفسه. إن الصراع على السلطة اليوم أكبر من أي وقت مضى، ليس لأن المعركة تدور بين الشرعية والإنقلابيين، وإنما أيضاً لأن الإمامة تطل برأسها من جديد بعد 55 عاماً من الثورة ضدها، في ردة لا تقل سوءاً ولا قبحاً ولا دموية مما سبقها. يجاهر الحوثي بالإمامة ويحتفل بها من أموال الناس التي ينهبها بقوة السلاح، يحاول تسويق مزاعمه بأنه الأحق بالحكم، وليس أمام اليمنيين من خيار سوى مبايعته إماماً. هكذا بكل بساطة، وكأنهم لم يثوروا بالأمس ضد أجداده مثل ما يفعلون اليوم ضده. لقد كان واضحاً منذ البداية أن الحوثي ليس مجرد انقلابي على سلطة شرعية فحسب، وإنما إمام جديد يسعى لإحياء حكم أسلافه بهدف القضاء على النظام الجمهوري والثورة، ولأجل ذلك وغيره تحالف مع صالح الذي أفرغ الثورة من مضمونها وسعى في التوريث قبل أن تجهض ثورة 11 من فبراير 2011 أحلامه وأحلام نجله أحمد من بعده. الثورة تولد من جديد، ومنسوب الوعي والإيمان بها يزداد يوماً بعد آخر. من موقع المشاهد نت نطالع خبر: مجزرة جديدة ترتكبها جماعة الحوثي شرق مدينة تعز، ضحاياها أطفال. وقال شهود عيان للمشاهد نت إن
قذيفة أطلقتها جماعة الحوثي سقطت في حي الحوض شرق مدينة تعز. وأكدت مصادر طبية في مستشفى ثورة بتعز للمشاهد أن عدد القتلى 3 أطفال وإصابة أكثر من 6 أطفال آخرين بشظايا بعضهم إصابته خطرة. ويتابع الموقع: تأتي هذه المجزرة بعد أقل من أسبوعين على ارتكاب جماعة الحوثي مجزرة مشابهة في حي بير باشا سقط فيها مدنيون بين قتيل وجريح جراء سقوط قذيفة في سوق شعبية. وعن ذات الجريمة التي هزت أرجاء مدينة تعز عنوان موقع الصحوة نت: اللجنة الوطنية للتحقيق مجزرة تعز عمل انتقامي وخرق لمبدأ المعاملة الإنسانية. وأدانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان مجزرة حي شعب الدبا بمحافظة تعز والذي سقط خلالها شهداء وجرحى بينهم أطفال. وكانت الميليشيا الانقلابية قد استهدفت حي شعب الدبا بعدد من القذائف مساء الجمعة وسقط خلالها 13 مدنيا بينهم 3 أطفال. وقالت اللجنة في بيان لها تلقى موقع الصحوة نت نسخة منه أنها كلفت فريقا من القانونيين والمختصين للنزول الميداني لمكان الواقعة للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود. وعبرت اللجنة عن أسفها لاستمرار الانتهاكات التي تطال المدنيين العزل في الأحياء السكنية في محافظة تعز، وترى ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم تعريض المدنيين للخطر وتوجيه الأعمال الانتقامية إليهم، ويعد خرقا لمبدأ المعاملة الإنسانية وحماية كرامة بني البشر. ودعت اللجنة إلى الوقوف أو الوقف الفوري لاستهداف المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كتب عمر قدور عن عصر ما بعد السياسة في مقال نشرته صحيفة الحياة اللندنية، وأوضح فيه أسس المواقف الغربية اليوم مما يجري في مواقع العالم المختلفة وأثر ذلك. وأضاف قدور: ترك سفاح مثل بشار الكيماوي طليقا ومستمرا في الإبادة، وتنمر نظيره الكوري النووي في إجراء تجارب على القنبلة الهيدروجينية مع انعدام الثقة بعقلانية إدارته ذلك السلاح المرعب. أمران يؤشران إلى مأزق السياسة في الغرب الآن، قد يشار إلى مجازر لطغاة أو مجازر في حروب أهلية صمت عنها العالم من قبل، لكنها حدثت في ظروف مختلفة، إما بسبب انقسامات الحرب الباردة أو لوقوعها خارج دائرة الاهتمام العالمي مثل مجازر رواندا وبوروندي. وبصرف النظر عن الواجبات الأخلاقية، لم يحدث من قبل أن كان الغرب حاضرا كما هو الآن في سوريا من خلال التحالف الدولي ضد داعش، وأبدى ما أبداه من تساهل لا في الأفعال فقط وإنما أيضا في الألفاظ مع مجازر بشار. لقد كان الغرب أنانيا وجشعا فيما خص السجل الإنساني خارج حدوده، لم يقصر في ارتكاب الانتهاكات هناك، وفي الوقت ذاته كان ملهما على صعيد المثل. حتى في الزمن الكولونيالي وجدت ثغرات للحديث عن دور تقدمي للاستعمار، ووجد بين أبناء المستعمرات من حاجج الغرب بقيم الأخير التي تقدمت لتصبح قيما كونية. تجدر الإشارة إلى أن الكثير من مثل الغرب كان محمولا أصلا على نسق كوني، ولو أتى مدفوعا بالمصالح التوسعية ولم يطرح كقيم لغرب منغلق على النحو الذي يطرح حاليا مع استهانة قصوى بمن هم خارج المنظومة الغربية. في عز موجات العداء له، لم يظهر الغرب بنخبه السياسية والثقافية خاليا من المعنى كما هو الآن. موت السياسة بالمفهوم الما بعدي ربما يختزل ذلك المأزق المركب من دون الذهاب به إلى قناعات قيمية خارج عقلانية الغرب، ومن دون التبشير به كما يأمل أنصار ما قبل السياسة عندنا. عن تحركات الحكومة لمنع مشروع هولندي يطالب بلجنة دولية للتحقيق بانتهاكات قوانين الحرب، قال موقع المصدر أونلاين إن وزير حقوق الإنسان محمد عسكر انتقل من جنيف التي يرأس فيها وفد الحكومة المشارك باجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدينة أمستردام. وبحسب المصدر فإن زيارة الوزير للعاصمة الهولندية تأتي لإقناع مسؤوليها بعدم تقديم مشروعهم وبدعم اللجنة الوطنية. ونقلا عن وكالة سبا، قال الموقع: الوزير وخلال لقائه وزير الخارجية الهولندي بيرت كويندريس ناقش أهمية استئناف المشاريع المشتركة بين البلدين خصوصا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان.
وطالب عسكر حكومة هولندا بالمساعدة في بناء قدرات اللجنة الوطنية، مؤكدا أن تشكيل لجنة دولية هو الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية جملة وتفصيلا. في عنوان بارز ورد في صحيفة أخبار اليوم نطالع: مسؤول أمني يكشف ملابسات مقتل اثنان من القاعدة عقب يومين من القبض عليهما في أبيان. وفي ذات الموضوع: بعد خروجها من الوضيع، قيادات وعناصر القاعدة تغادر لودر ومودية إلى المحفد. ومن عدن: سجون عدن ممتلئة ولم تعد قادرة على استقبال أي سجين. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. في صحيفة الشرق الأوسط العديد من الموضوعات عن اليمن، من بينها تجنيد الحوثي وصالح للطلاب أعاق الإقبال على الجامعات. وقال تقرير الصحيفة إن التجنيد الممنهج الذي يتبعه الحوثي في اليمن قاد إلى انخفاض عدد الطلاب الدارسين في مرحلة التعليم العالي والكليات، فيما تسببت حالة عدم الاستقرار في المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين بعدم قدرته أو قدرة بعض الطلاب أو قدرة بعض طلاب التعليم العالي أو العام على الوصول إلى مدارسهم. ويسعى الحوثي إلى تحجيم مستوى التحصيل العلمي بين الشباب اليمني بحسب خبراء يمنيين، وذلك لرغبته في إحداث تغير فكري وثقافي في التركيبة اليمنية بما يتوافق مع منهج ولاية الفقيه. وترى الصحيفة أن نسبة إقبال الطلاب على الجامعات اليمنية تفاوتت في هذا العام لأسباب عدة، أهمها استمرار الحرب والانقلاب في العاصمة اليمنية صنعاء. فيما شهدت جامعة عدن طبقا للشرق الأوسط نسبة إقبال مرتفعة بحكم وضعها في العاصمة المؤقتة المحررة منذ 3 أعوام، والتي أخذت تشهد تحسنا بطيئا في الاستقرار والخدمات. وتضيف الصحيفة أن تحسين الأوضاع أو تحسن الأوضاع المعيشية والتعليمية في الجنوب دفع الكثير من السكان في المحافظات الشمالية التي لا تزال تشهد أعمالا حربية إلى النزوح لعدن والبحث فيها عن فرص للدراسة وللتلاميذ والطلاب. صحيفة الحياة اللندنية تحدثت في أحد عناوينها عن معسكر في صنعاء لتدريب النساء. وقالت الصحيفة إن ضابطا في الحرس الجمهوري المنحل الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح كشف عن تدريب الميليشيات الحوثية نساء وإعدادهن على استخدام الأسلحة والمهارات القتالية. وأفاد الضابط أن حوالي 500 فتاة يمنية خضعن للتجنيد السري في صنعاء على يد مدربات متخصصات، ويتم أخذ الفتيات والطالبات أو طالبات المدارس لتدريبهن إما بالقوة أو بالتهديد أو تحت إغراء أسرهن بالمال، استغلالا للفقر والوضع المعيشي الصعب الذي تعيشه الأسر اليمنية. وأوضح أن الالتحاق في دورات التجنيد الحوثية لا يأتي مباشرة، بل يتم في البدء عمل دورات يسمونها بالدورات الثقافية قبل الالتحاق بالتجنيد. فهناك دورات مبتدئة وبعد ذلك دورة متقدمة وهي عقائدية فكرية بحتة، وبعد ذلك يتم دخول دورة التجنيد. سايكس بيكو بأسماء مستعارة. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج متحدثا عن مشاريع التقسيم التي تذهب إليها المجتمعات العربية. ما كتبه برنارد لويس وما بشر به شمعون بريز حول الشرق الأوسط الجديد كان مسودات لهذه التضاريس الجديدة. ثم أضافت كونداليزا رايس ملحقا سرعان ما انتقل من الهامش إلى المتن وهو الشرق الأوسط الكبير. وبالرغم من تداول بعض المختصين والأكاديميين لتقارير عن تقسيم العالم العربي مجددا وتحويل بعض أقطاره إلى كسور عشرية، إلا أن هذا الوعي لم يعمم وبقي في نطاق سجالات النخب. ولم يكن احتلال العراق وإسقاط نظامه نهاية المطاف في هذه الدراما، لأن ما ترتب على ذلك هو تغذية الهويات الفرعية واستبدال الطوائف المتناحرة بثقافة الأطياف المتعايشة. وقبل أن يحل بالعربي ما حل بهم من مختلف الشعارات الملفقة، كانوا يحلمون باحتفال مغاير بل مضاد لمئوية سايكس بيكو. لكنها بعد أن حدث ما حدث أوشكت أن تتحول إلى مطلب قومي ووطني. لكنها بعد أن حدث ما حدث أوشكت أن تتحول إلى مطلب قومي ووطني.
بحيث يبقى البلد العربي الواحد عصياً على التشطير وخصخصة الهوية الأم. وحين نتذكر ما كتبه رواد الصهيونية قبل الأسرلة وإعلان الدولة، نجد أن تقسيم الوطن العربي مجدداً هو رهان صهيوني بامتياز. وقد تبدو الحكاية التي تعلمها جيلنا في كل المدارس الابتدائية في الوطن العربي عن العصي لا يستطيع أحد كسرها مجتمعة، لكنها تتكسر تباعاً وهي فرادة. حكاية ساذجة لا ترقى إلى ما نتداوله اليوم من حذلقة سياسية ومصطلحات مغناطيسية، لكن الحقيقة هي من صلب تلك الحكاية، فالعصي المتفرقة والمتباعدة تتكسر الآن تباعاً، ولا ندري كم تبقى لنا من مشترك قومي ووطني كي نتدارك هذه المتوالية الانشطارية قبل بلوغ نهايتها الكارثية. في الشأن الدولي وحول تفجير قطار غرب لندن، عنونت صحيفة العرب الجديد: داعش يتبنى تفجير قطار غرب لندن، والشرطة البريطانية تحدد هوية مشتبه به. وسائل إعلام بريطانية قالت إن أجهزة الأمن حددت هوية مشتبه به في التفجير، في حين أعلن التنظيم مسؤوليته عن العملية. وقالت الصحيفة إن بريطانيا وعقب الهجوم رفعت مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني من شديد إلى حرج، ما يعني توقع حدوث هجوم جديد. وعن رويترز نقلت الصحيفة بيان رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الذي قالت فيه إن أفراداً مسلحين من الشرطة وعناصر من الجيش سيكونون في الشوارع في الأيام المقبلة. وأضافت ماي: في هذه الفترة سيحل أفراد الجيش محل ضباط الشرطة في مهمات حراسة مواقع محمية بعينها ليس مسموحاً بدخول الناس إليها. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتحقيق توازن عسكري مع الولايات المتحدة، كما تعنون شبكة البي بي سي، والتي قالت وفقا لوسائل إعلام حكومية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون تعهد بتحقيق أهداف بلاده النووية. ونقل عن وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، نقلت البي بي سي قوله إن هدف بلاده هو تحقيق توازن في القوى العسكرية مع الولايات المتحدة. وأضافت الشبكة: تصريحات الزعيم الكوري الشمالي جاءت بعد إجراء بيونغ يانغ تجربتها الصاروخية الأخيرة فوق اليابان. ونقلت الشبكة إدانة مجلس الأمن الدولي للتجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، وحثت الصين وروسيا الولايات المتحدة على الابتعاد عن المزيد من التهديد واللجوء إلى الحوار. وبحسب تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، قال كيم جونغ: يتعين علينا بوضوح أن نظهر للقوى الكبرى العنصرية كيف ننجز بلادنا أو كيف تنجز بلادنا الهدف في استكمال قوتها النووية، على الرغم من حصارهم وعقوباتهم غير المحدودة، كما هو لإجبار حكام الولايات المتحدة على أن لا يتحدثون عن وجود خيار عسكري ضد كوريا الشمالية. فنانون كبار يتبرعون بأعمال في مزاد يذهب ريعه للاجئين، كما تعنون صحيفة القدس العربي، والتي قالت إن المزاد ينظم في باريس في وقت لاحق من الشهر الجاري 25 فنانا دوليا، من بينهم سينيدي شيرمان وآنيت ميسيجر ومنى حاطوم، أقدموا على هذه الخطوة وستطرح أعمالهم هذه للبيع في مزاد. والفنان الإيطالي رودلوف سيتنجل، الذي تحتل لوحته المرتبة الخامسة في تصنيف أغلى أعمال الفنانين الأحياء، تبرع بلوحة أيضا وتحت اسم نحلم تحت السماء نفسها. ويندرج المزاد في إطار أسبوع من العروض والفعاليات يقام في متحف قصر طوكيو للفنون في باريس. وبحسب البيان، فإن سعر الأعمال الفنية يراوح ما بين 7000 يورو وإلى 380 ألف، وستعرض في المتحف. ولتنتقل الأعمال بعد ذلك إلى صالة عرض فني تابعة للمصمم الأزياء عز الدين علية، حيث سيجري المزاد في 27 من أيلول سبتمبر. في مقال أعادت صحيفة الغد نشره للكاتب مايكل ليند، يحاول الإجابة على الأسئلة المثارة اليوم حول شكل النظام العالمي الجديد الذي قد ينتج عن هذه اللحظات العصبية. ويضيف الكاتب في جزء من مقاله الموسع: هل ينهار النظام الليبرالي العالمي في الرد على موجة القومية والشعبوية؟
التي أفرزت الخروج البريطانية وانتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة. أصبح من الشائع الادعاء بأن النظام العالمي الليبرالي يتم استبداله حالياً بدوامة كارثية من الحمائية وصعود الاستبدادية وصراع القوى الكبرى، بما يعيد إلى الأذهان عقد الثلاثينيات. وغالباً ما يترافق مع هذا الطرح الادعاء بأن إجماعاً حزبياً ثنائياً كان موجوداً لصالح النظام الليبرالي العالمي منذ العام 1945 وحتى الموجة الشعبوية في الأعوام القليلة الماضية. فمثلاً يحذر عالم معهد بروكينغز روبرت كاغان من أن النظام الليبرالي العالمي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية قد يصل إلى نهاية، لكونه يواجه بالتحدي من جانب قوى من الداخل ومن الخارج على حد سواء. ومع انتخاب دونالد ترامب أعربت غالبية من الأمريكيين عن عدم رغبتها في الاستمرار بالاحتفاظ بالنظام العالمي. قد تكون هذه دعاية فعالة معادية للشعبوية في صفوف النخب، لكنها تنطوي على تاريخ بائس. فالحقيقة أنه لم يكن هناك منذ العام 1945 نظام عالمي ليبرالي ثابت، وإنما كانت هناك نسخ عديدة متتالية من النظام الليبرالي العالمي، والتي عاشت كل واحدة منها لعقدين قبل أن تفسح المجال لنظام مختلف بعض الشيء والذي يمكن وصفه بأنه ليبرالي. ومن المرجح أن يكون النظام الجديد الذي سيظهر من الاضطرابات المحلية والجيوسياسية الحالية نسخة محدثة من النظام الليبرالي العالمي وليس نافية. وإلى صحيفة الديلي تلغراف، والتي عودتنا نشر صور مبهرة. جولتنا المصورة لهذا اليوم ستكون مجموعة من الصور من هذه الصحيفة، نتابعها. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.